بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة لما هبدأ بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الحقيقة أنا ليه بدأت بسورة الفلق؟ لأن زي ما حضراتكم شفتوا خلال الكام يوم اللي فاتوا وكلام كتير جدا جدا وإصابات وما يحدث مع لاعبي النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي الجداد، لاعبي النادي الأهلي اللي لسه منضمين حديثا إلى النادي الأهلي، ما قدمناش حاجة غير كده. يعني إحنا كأهلوية ما قدمناش حاجة غير إن إحنا نقرب من ربنا أكتر ونحافظ على الأذكار ونحافظ على الصلوات ونحافظ كل حد ما نقصه حاجة في الدين يحاول يعملها خلال الفترة اللي جاية. وأنا الحقيقة بقى أطالب كل جمهور النادي الأهلي الفترة اللي جاية إن إحنا نقرأ دايما، علشان إحنا واضح إن الصفقات اللي جاية النادي الأهلي كلها محسودة كلها. يعني يقولك إيه؟ يقولك أصل الفلوس جاية من كذا. اصل احنا يا جماعه احنا الفلوس دي بنجيبها من جيبنا، والله العظيم 3 للمره المليون. انا امبارح قلت الكلام ده، الفلوس دي طالعه من خزينه النادي الاهلي. انا مش عارف ليه الناس دايما بص على، طبعا دايما الكبير الناس بتبقى بص عليه ودايما الكبير الناس بتبقى شايفاه بيعمل ايه عشان تحاول ان هي توقعه او تحاول ان هي تعمل فيه اي حاجه، لكن ده مش هيحصل وعمره ما هيحصل، لانه كان بيحصل خلال السنوات اللي فاتت كتير قوي، ولكن خلال السنوات اللي فاتت كلها وان شاء الله السنين اللي جايه يظل دائما النادي الاهلي هو البطل. زي ما قلت لكم من كام يوم، هو الافضل في كل شيء. احنا لو قعدنا 10 15 سنه قاعدين في البيت نايمين ما بنعملش اي حاجه هيظل برضو النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء. فعشان كده بقول لحضراتكم، يعني واضح ان احنا محسودين اليومين دول، محسودين في حاجات كتير، محسودين لان بيتهيألي، يعني او مش بيتهيألي، الواضح جدا ان كل الصفقات او معظم الصفقات اللي جابها النادي الاهلي ان لم يكن كلها، احنا شفناهم كلهم تقريبا، كلها صفقات هتفيد النادي الاهلي، والكل كل الناس ركابها بتخبط في بعض. معرفش ليه، انا مش فاهم ليه، نفسي افهم ليه الناس ركابها بتخبط في بعض. مش عايزين ركابكم تخبط في بعض، لسه بدري، ده لسه بدري يا جماعه، الدنيا شغاله لسه، النادي الاهلي لسه لم يعلن عن حاجات تانية. مش عايزين الركب تخبط في بعض من دلوقتي، اصبروا شويه، اصبروا شويه. طبعا المكانه الرئيسيه او المكانه الاساسيه او المكانه اللي دايما النادي الاهلي بيكون فيها وجمهوره دايما المركز الاول، 40 مره المركز الاول في الدوري، بس 40 مره المركز الاول. ف يعني المباريات لسه هتتلعب، ومباراه سموحه الحمد لله كسبنا 3 نقاط، وهنبتدي في المباريات الافريقيه في الاسبوع القادم ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله هنرجع تاني للدوري. طب سيبونا شويه نلعب حتى بطوله افريقيا، يعني سيبونا نلعب براحتنا بطوله افريقيا. يعني حاجات غريبه جدا بتحصل وحاجات غريبه جدا بتتقال. طيب برضو قبل بس ما ابدا اتكلم في اي شيء، وهنتكلم النهارده على مباريات الدوري العام اللي اتلعبت هذا الاسبوع، والحقيقه يعني النهارده هيكون معايا 3 من النجوم الكبار اللي هيكونوا معايا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه. هنتكلم عن المباريات اللي اتلعبت طوال هذا الاسبوع، كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر والنادي الاهلي، ايضا الكابتن اسامه حسني نجم مصر والنادي الاهلي، كابتن هشام حنفي نجم مصر والنادي الاهلي، هيكون النهارده مع حضراتكم في الجزء الثاني من هذه الحلقه، وهنتكلم اكتر عن النواحي الفنيه، لان احنا كتير جدا بقى هنطلع، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح، ان احنا مش هنسكت على حاجه، اي حاجه هتتقال هنرد عليها بدل الكلمه 10، بدل الكلمه 10، لان من الواضح ان الناس بتفهم السكوت اللي احنا متعودين عليه دايما، او اللي احنا اتعودنا عليه هنا في النادي الاهلي، ان لما الناس بتحس ان احنا ساكتين بيقولك دول غلابه، دول ساكتين، دول ضعفاء، ولكن مش دي الحقيقه. الحقيقه ان احنا كنا متوهمين او كنا متخيلين ان احنا بنتعامل مع ناس عقلاء، ولكن من الواضح ان يعني زي ما حضراتكم بتشوفوا كل شويه حاجه تحصل، كل شويه حد يطلع يتكلم كلمتين، كل شويه، وبدليل ان النادي الاهلي مثلا امبارح عمل بيان،
قال لك احنا هنروح للنائب العام ردا على التطورات اللي حصلت اول امبارح او اول امبارح فيما يخص موضوع حسين الشحات، وان الفلوس جايه من كذا والفلوس جايه من كذا والكلام ده كله. ولكن النادي الاهلي اتبع الاساليب القانونيه في هذا الموضوع وسيظل يتبع الاساليب القانونيه في هذا الموضوع. كل الكلام اللي بيتقال في كل في هذا الاطار هو كلام تافه الحقيقه، وكلام لا يصح ان هو يقال، لان اي حد عنده دليل على اي حاجه ما يطلعها او يروح للنائب العام يديها له. احنا عندنا هنا قضاء محترم جدا جدا جدا، اي حد عنده اي حاجه يروح يديها للنائب العام، يروح زي ما النادي الاهلي عمل كده. النادي الاهلي بيقول ان هو عنده هيقدم بلاغ للنائب العام بسبب بعض التجاوزات من بعض الاشخاص، وبالتالي احنا مش هنسكت على حاجه، هنتكلم في كل شيء، هنرد على اي حد بيتكلم. زي ما قلت لكم النادي الاهلي نزل بيان، والنادي الاهلي مش هيرد بالكلام، النادي الاهلي ما بيردش بالكلام، النادي الاهلي بيرد بردود عمليه، بردود عمليه مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، لا احنا بنرد بردود عمليه. وهتشوفوا بكره وبعده وبعده الايام القادمه ستظهر اشياء كثيره جدا جدا. الحمد لله انتوا اتعودتوا عليا في هذا البرنامج، احنا بقالنا اربع خمس مرات بنطلع مع حضراتكم، ولكن اتعودتوا علينا ان احنا لما نيجي نتكلم بنتكلم معاكم بمصداقيه وبمعلومات، وبالتالي الفترة القادمة حزمة من القرارات التي تخص الحقوق الأدبية والحقوق المادية للنادي الأهلي علشان حفاظا على هذه الحقوق، لأنه من حقكم أنتوا كجمهور وأنتوا قاعدين بتتفرجوا أو قاعدين بتشوفوا مجلس إدارة النادي الأهلي ماذا يفعل كي يحافظ على حقوقه المادية وحقوقه الأدبية. كل الكلام اللي أنا سمعته خلال الكام يوم اللي فاتوا والنهارده وامبارح واول واول، كل الكلام ده كل ده كلام صرصره. في فيلم اسمه صرصره على النيل، صرصره على النيل، فكل دي كلام الواحد ما بي يعني ملوش نهايه، مجرد كلام يتقال في الهوا، مجرد كلام بيتقال لمجرد ان انا برد على حاجه حصلت ومش عارف ارد عليها ازاي فبقول اي كلام. واسهل حاجه على فكره بالمناسبه تلفيق التهم، اسهل حاجه تلفيق التهم، ده أسهل حاجة في الدنيا ممكن الواحد يلفق فيها تهم. لكن أبواب النادي الأهلي مفتوحة للجميع، أبواب النادي الأهلي مفتوحة للجميع، أي حد أي حد بيشك في أي حاجة تخص النادي الأهلي، وده حصل بالمناسبة قبل كده وزي ما حضراتكم شفتوا وزي ما عرفتوا، والنادي الأهلي هو اللي كان طالب هذا الموضوع، ابواب النادي الاهلي مفتوحه لاي حد يجي يفتح الباب ويقول لنا احنا عايزين نراقب او عايزين نشوف الحته الماليه الفلانيه، ما عندناش مشكله خالص. اي حد عايز اي حاجه يتفضل، مفيش اي مشكله. خزينه النادي الاهلي معروف، هي الفلوس اللي بتخش خزينه النادي الاهلي بتروح فين، معروف جدا 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 الفلوس اللي اتدفعت هنا كام، والفلوس اللي اتدفعت هنا كام، والمعروف والفلوس اللي اتدفعت هنا كام، وبالتالي مجلس اداره بيشتغل لمصلحة شيء واحد فقط، مصلحة بلده الأول، مصلحة البلد الأول، وبعد كده مصلحة النادي أو اسم النادي الأهلي، لأن احنا فوق كل ده في اسم مصر، اسم مصر ده فوق الكل، وبعد كده يجي اسم النادي الأهلي اللي هو الناس كلها بتجتمع عليه، ومجلس الإدارة اللي موجود أو كل يعني عشان برضو الناس ما تحسش إن أنا بدافع او بتكلم عن حد، احنا ما بندافعش عن حد، احنا بنقول حقائق، حاجات بتحصل وبنقولها لحضراتكم. الناس اللي شغاله دي هي شغاله لخدمه الوطن، الوطن اولا اللي هو بلدنا، وبعد كده خدمه النادي الاهلي. كل بقى الكلام اللي بيتقال اصله كذا والكلام ساعات ومش عارف ايه والكلام الفاضي اللي بيتقال ده كله، كل ده كلام في الهوا، كل ده كلام في الهوا، انا مش قادر اوصفه اكتر من كده الحقيقه، لان احنا يعني هنا القناه قناه محترمه جدا، وبنحاول ان احنا دايما حتى مجرد ان انت بتشتغل تحت اسم النادي الاهلي فليك حتى في دي ليك مبادئ، ترد مبادئ في الرد على اي حد بيتكلم او اي حد بيتهكم او اي حد يقول لك ساعات ولا اي حد يقول لك مش عارف ايه، زي ما انا رديت على الكلام ده امبارح. واتمنى اتمنى الناس تاخد بالها بس ان كل الكلام اللي بيتقال ده هوا،
عارفين لما تيجي فيه بتاعه كده تقعد تنفخ فيها تطلع فقاعات كده، الفقاعات دي يا دوبك تروح لغايه هنا وتلاقيها متفرقعه، تروح لغايه هنا كده وتقوم جايه مفرقعه تاني. فالموضوع بالنسبه لنا يعني الموضوع بقى الحقيقه سامج جدا 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 جدا، وموضوع الحقيقه يعني الواحد لازم يحافظ على الكلام اللي هو وهو بيتكلم، لازم يحافظ على الكلام ويحافظ ان احنا في ملايين بيتفرجوا علينا، وبالتالي لازم تحافظ على الكلام اللي انت بتقوله. انا عايز بس اللي يحصل خلال الفتره اللي جايه ان كل الناس مجرد النادي الاهلي اول ما اعلن عن 3 4 صفقات الناس كلها تحس ان هي بدات توقف شعرها ابتدى يقف خلاص، وركب ابتدت تخبط في بعض. والله مش عارف ليه، لقيت مش عارف ده يقول ايه وده يقول ايه، واصل ده كذا واصل ده كذا. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، في ايه؟ النادي الاهلي ده احنا بنبني فريق، النادي الاهلي بيبني فريق ما تخافوش، النادي الاهلي بيبني فريق ما بيعملش حاجه، يعني بيعمل حاجه قانونيه 100%. واحده لما نجيب 3 4 صفقات الدنيا تقوم ما تقعدش، في ايه يا جماعه؟ ما تخافوش. الخوف ده طبيعي، انا عارف ان الخوف ده خوف طبيعي من جواكم من زمان جدا جدا جدا، انا فاهم الكلام ده وعارفه لاني شفته كتير وشفته في الملعب وشفته في حاجات كتيره جدا. لكن في الاخر اللي عايز اقوله ايه يا جماعه، يعني صفقات بنعمل صفقات عادي، ايه المشكله؟ يعني ما في انديه كتيره بتعمل صفقات، كل نادي صغير نادي كبير بيعمل صفقات. حد بيتكلم معاكم؟ حد بيطلع يقول اصل النادي الفلاني جاب اللعيب الفلاني؟ احنا مالنا احنا ما بنفكرش غير في اسم النادي الاهلي وفي مصلحه النادي الاهلي، مش احنا يعني لو مجلس الاداره والادارات المختلفه اللي موجوده في النادي، ما بنفكرش غير في مصلحه واحده بس، اسم البلد واسم النادي الاهلي، مفيش حاجه تانية. عايزين نبني فريق وعايزين نعمل فريق من الاول وجديد عشان العشر سنين اللي جايين ما يبقاش عندنا مشاكل. كل الكلام اللي بيتقال ده ما بيعملش حاجه غير فتنه واثاره وبلبله ما بين الجماهير. وبالمناسبه احنا امبارح كنا بنبارك لبعض على فوز مصر بتنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه. يعني في جماهير هتبقى موجوده في شهر 6 اللي جاي. يعني في اختلاط ما بين كل جماهير الانديه هتبقى موجوده في المدرجات. ينفع اللي بيحصل ده؟ ينفع واحد يطلع من هنا يقول لك مش عارف ايه، وساعات ويطلع واحد من هنا يقول لك كذا، ويطلع واحد من هنا يقول لك كذا ويطلع، ايه الكلام الغريب اللي بيتقال ده؟ كلام لا يدعو الا للفتنه بس. ما لا يدعو الى اي شيء اخر. يدعو للفتنه بس، احنا داخلين على شهر 6 اللي جاي يا جماعه، شهر 6 اللي جاي والله. بطوله الامم الافريقيه. بطوله الامم الافريقيه دي الاهلاوي هيقعد جنب الزملكاوي، هيقعد جنب الاسماعيلاوي، هيقعد جنب اللي بيشجع الاتحاد، اللي بيشجع المصري، اللي بيشجع كذا، اللي بيشجع كذا، كل الانديه هتقعد جنب بعض وتشجع اسم بلد واحد فقط هو مصر. يعني زهقنا بقى، ويعني الواحد تعب من الكلام في المواضيع دي. عايزين نرجع الجمهور تاني، طب نرجعه ازاي في ظل ما يحدث من فتن واثارات وكلام تافه، كلام فقاعات، والله العظيم فقاعات. اي حد عنده اي حاجه يقدر يثبتها اتفضل. عندنا نائب عام محترم يقدر بيعرف ايه الصح وايه الغلط. ولو في اي حد عنده حاجه غلط هنا، انا بقول فيما يخص النادي الاهلي، اي حد عنده حاجه غلط هنا في النادي الاهلي كل الناس مستعده لاي شيء، ما عندهاش اي مشكله في اي حاجه. لكن كلام 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 زي ما قلت لكم، لما تيجي الفقاعه كده تعمل بتاع وتعملها ببقك كده هتلاقيها طلعت تطلع 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 لغايه هنا وبعدين تفرقع، وبعدين تطلع لغايه هنا وتفرقع، ما بتعديش حتى لغايه اخر الترابيزه، لان هو ده الحجم الطبيعي بتاعها او دي هي المسافه بتاعتها الطبيعيه. فمن فضل حضراتكم خلينا نركز مع فريقنا، زي ما قلت لكم كلنا نقرا الفتره اللي جايه قبل مباراه يوم السبت، نقرا كلنا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، نقرا كل الصور اللي نقدر نقراها علشان نحصن بيها الفريق
من الواضح جدا ان احنا العين على لاعبي النادي الاهلي او لاعبو النادي الاهلي العين كبيره جدا جدا. وبالمناسبه يعني صفقات، والله يعني صفقات، احنا بنحاول نعمل صفقات، النادي الاهلي بيحاول يعمل صفقات علشان يبني فريق، علشان يبني فريق. احنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا اتعودنا على الكلام ده وتعودنا على اللي بيحصل ده كله، ولكن انا افتكر مثلا في ظل 5 سنوات كنت بلعب في النادي الاهلي، الفترة دي يمكن خسرنا بطولة واحدة او بطولتين في 5 سنوات، دوري وكاس وافريقيا والحمد لله. يعني كنا زعلانين جدا وكنا يعني حموت نفسنا، ازاي يضيع مننا كاس خرجنا منه تقريبا لما كنا بنلعب بالاحتياطي مرة ومرة البطولة الافريقية، الكل يتذكر ماذا حدث مع الحكم الدولي السابق ربنا يديله الصحة بقى عبد الحكيم عبد الرحيم العرجون. فهي دي البطولتين اللي خسرناها في ذلك الوقت يعني. فالناس بتعمل خلال الفترة اللي جاية على ايه؟ بتعمل لشيء واحد فقط، ان احنا مش عايزين نخسر بطولة. حقنا على فكرة ندفع 100، ندفع 200، ندفع 500، ندفع 30، ندفع 20، ندفع 500 مليون، دي حاجة ما تخصش حد، دي حاجة تخص مجلس إدارة النادي الأهلي. وطول عمر النادي الأهلي زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ أنا سمعته امبارح أو أول امبارح كان بيتكلم في هذا الموضوع، إن احنا طول عمرنا كنادي أهلي بنجيب لعيبة بالملايين. وبالمناسبة يعني احنا بنجيب لعيبة بالملايين واللعيبة بتموت نفسها عشان تيجي. واللعيبة نفسها بتموت نفسها عشان تيجي النادي الأهلي، وبتختار النادي الأهلي من وسط كل الأندية الأفريقية والعربية. حسين الشحات جاي من نادي كبير، نادي العين الإماراتي. ولكن النهارده رئيس نادي العين الإماراتي طلع وقال إن رغبة حسين الشحات في تواجده في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة حسمت المواضيع. نفس القصة محمد محمود، نفس القصة محمود وحيد، نفس القصة ياسر إبراهيم. وبالتالي افتخروا باسم النادي الاهلي، افتخروا باسم النادي الاهلي. انا عارف ان كلكم فخر من جواكم وكلكم مبسوطين، ولكن عندنا بعض الصعوبات، لازم نقول هذا الكلام، عندنا بعض الصعوبات، عندنا اشياء كثيره جدا بتحصل وصعوبات بتحصل في اطار الراجل بيلعب 60 دقيقه بيتصاب، جيرالدو لعب 45 دقيقه جاله شد في الخلفيه. طب هنعمل ايه؟ لا نملك إلا قراءة المعوذتين عشان الأمور تمشي شوية، هو ده اللي احنا نملكه. لكن احنا نجيب صفقات بكام ونعمل صفقات ازاي ونجيب مين وما نجيبش مين، دي حاجة ما تخصش حد خالص، دي حاجة ما تخصش حد خالص، ما تخصش غير مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب. لكن أي حاجة تانية ما تخصش أي حد خالص خالص. قد يكون في بعض الوقت جمهور النادي الاهلي زعلان شويه، عامل شويه، ومن حقهم، من حقهم، مفيش اي مشكله. على فكره احنا بنتقبل هذا الموضوع او الناس بتتقبل هذا الموضوع وبتحاول ان هي تجتهد خلال الفترات اللي جايه علشان حضراتكم ما تزعلوش، عشان حضراتكم وانتوا قاعدين كده تبقوا واثقين ان فريق النادي الاهلي ده يقدر يكسب اي حد، يقدر يكسب اي حد. وبالمناسبه في ظل كل اللي بيحصل ده، في ظل كل اللي بيحصل ده وكميه الاصابات، يعني هشام شوف لي كده الاصابات قد ايه، 11 لاعب او 12 لاعب بالاثنين لعيبه دول بقوا 13 اعتقد. يعني في ظل 13 لعيب مصاب من الاساسيين اللي بيلعبوا في الفريق، والفريق يعني بيسير بخطى ثابته للعوده مره اخرى للمنافسه على الصداره. فطبعا كله ايه؟ كله عامل كده. كله عامل كده. فمن فضل حضراتكم الفترة اللي جاية عايزينكم تحصنوا الفريق، بس مش عايزين حاجة تانية. لأنه زي ما قلت لكم زي ما كل شوية هأكرر هذا الكلام، من الواضح جدا إن العين كبيرة جدا على لعيبة النادي الأهلي وما يحدث داخل النادي الأهلي، لأنه كالعادة الكبير دايما هو الناس بتبص عليه وبتشوفه هيعمل إيه وبيعمل إيه، وتحاول إن هي تهدمه بكل الطرق، تحاول ان هي تهدمه بكل الطرق، بكل الطرق المتاحه والعمليه والغير عمليه والقانونيه والغير قانونيه، والفقاعات اللي بتترمي من هنا والفقاعات اللي بتترمي من هنا. في الاخر كل ده كلام في الهوى، كل ده كلام في الهوى. طيب
خلينا نروح ناخد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ إبراهيم الكفراوي، هنكلمه أو هنسأله عن ما يحدث داخل النادي الأهلي، نسأله عن فرع التجمع الخامس وتطوير كل الفروع وهو مختص في هذا الموضوع. أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك يا فندم؟ كابتن إسلام إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. تحياتي ليك ولجميع مشاهدينك ولكل الأهلاوية. انا شايفك بس منفعل بزياده. بصراحه الواحد متضايق جدا يعني من اللي بيحصل. لا بص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي مختلف شويه. النادي الاهلي طول عمره على مدار تاريخه ادارته محترمه، نعم، ادارته واعيه، ادارته عارفه هدفها، عارفه هي رايحه فين، بتنقى عن المهاترات والصغائر، انما ما بتتنازلش عن حقها. نعم. تعرف تاخد حقها وحق ناديها وحق جمهورها كويس قوي في الوقت المناسب. لكن عندنا عمل بنشتغله، احنا مش هنقف بقى كل واحد يطلع يقول كلمتين نرد عليه. احنا عندنا اهداف وعندنا خطه وعندنا استراتيجيه من اول يوم حاطينها وشغالين عليها ورايحين لها وبننفذها الحمد لله، وبنقدم كشف حساب سنوي لجمعيتنا العموميه المحترمه، والجمهور النادي الاهلي متابعنا، بيحصل انجازات وبتحصل اخفاقات وارده طبيعي بندرسها وبنتداركها، وان شاء الله هنعديها وهيبقى اللي قادم احسن باذن الله. تمام استاذ ابراهيم، يعني خليني اسال حضرتك، وحضرتك مختص في هذا الملف، ملف فروع وتطوير فروع النادي الاهلي بكاملها، خلينا نبدا بالتجمع الخامس وايه الاخبار؟ يعني ناس كثيره جدا بتسال عن فرع التجمع الخامس وماذا يحدث هناك، لانه زي ما حضرتك تعلم ان ناس كثيره جدا نفسها تشترك في النادي الاهلي والناس ساكنه الناحيه الثانيه، وبالتالي التجمع الخامس ده بالنسبه لهم هيبقى يعني ملاذ يروحوا فيه للنادي الاهلي. يعني بالظبط كده، يعني احنا طبعا كنا متوقعين يبقى في اهتمام بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي اول ما بيعلن عن تاسيسه لاي فرع في اي منطقه بيبقى فيه اهتمام وفي اقبال، لكن ما كناش متوقعين كم الاقبال وكم الاهتمام اللي موجود في منطقه التجمع الخامس. نعم. الحمد لله احنا انهينا التراخيص، والاداره الهندسيه والاداره التنفيذيه بالنادي بتنهي الاعمال الاداريه والتراخيص الخاصه بالبنى باعتماد الشكل النهائي والمباني النهائيه، وان شاء الله مع بدايه شهر فبراير هيبدا العمل الفعلي في ارض النادي ان شاء الله. النادي الاهلي مساحته 50 فدان في التجمع الخامس، ودي مساحه كويسه جدا ومساحه مناسبه لان يبقى عندك نادي متكامل بجميع الخدمات الاجتماعيه والرياضيه وجميع الانشطه. ان شاء الله خطتنا وهدفنا ان احنا خلال عام يكون النادي على استعداد لاستقبال اعضائه ان شاء الله، مع بدايه 2020 ان شاء الله، بحيث ان احنا نشجع الناس انها تشترك ويبقى في عندها عارفه ان ما قدامهاش مده طويله. يمكن الناس فاكره ان فرع التجمع هياخد كلام كتير اتقال من 3 لـ5 سنين مظبوط بفرع الشيخ زايد. نعم. لكن فرع الشيخ زايد كان فيه ظروف معينه وظروف الثوره و2011 واللي حصل بعد كده، فده كان سبب تاخير فرع الشيخ زايد، لكن ان شاء الله خطتنا ان خلال سنه يكون فرع التجمع على استعداد لاستقبال الاعضاء باذن الله. ده رائع جدا، يعني في خلال سنه واحده فقط من الممكن جدا ان يعني النهارده احنا بنتكلم في شهر يناير 2019، حضرتك بتتكلم عن شهر يناير 2020 قد يكون هناك فرع اخر للنادي الاهلي، او على الاقل بدايه فرع اخر للنادي الاهلي في التجمع الخامس. بالظبط كده، بالظبط كده. ممكن حضرتك تقول لنا وصلنا لايه في التجمع؟ يعني هل ابتدينا نعمل حاجه لسه؟ قول لنا برضه. احنا كل دلوقتي الاعمال كلها اعمال البنيه التحتيه، وانت بتشيل الرمل وبتأسس للبنية التحتية. يمكن المهندس سامح علي كامل إن شاء الله بصفته المستشار الهندسي للمجلس هيطلع في قناة الأهلي وهيشرح بالتفصيل بقى الأعمال الهندسية. نعم. وهو أحسن مني في الحتة دي. لكن إحنا كفرع وكتأسيس، إحنا أولاً عشان تبقى عارف، إحنا كنا متوقعين عضويات من 40 ل 50 عضوية أسبوعياً، ودي كانت خطتنا والخطة التسويقية بتاعتنا. إحنا فوجئنا إن إحنا عندنا أسبوعياً
تم طلبات من 150 ل 200 عضويه اسبوعيا. بنحاول لجنه العضويات انها تقابل جميع المتقدمين للعضويات باسرع وقت ونغطي طلباتهم بسرعه. طبعا احنا الاسعار الحاليه للاشتراكات التجمع الخامس 200,000 جنيه، بتقدر تدفع 50% وتأثر 50% على 4 سنين، او لو تحب تدفع كاش. العضويه العامه للنادي الاهلي سعرها دلوقتي 350,000 جنيه، ومن اول فبراير ان شاء الله هتبقى سعرها 500,000 جنيه. عضويه الشيخ زايد 125,000 جنيه، ومن اول فبراير هتبقى 175,000 جنيه. لما بقول لحضرتك الاهلي الشيخ زايد واهلي التجمع واهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، بقول لك شبكه فروع محترمه جدا ومن افضل شبكات الفروع للانديه في مصر حاليا. نعم. بمساحه كبيره، يعني احنا عندنا فرع الشيخ زايد 127 فدان، التجمع 50 فدان، مدينه نصر 50 فدان، الجزيره اعتقد هو اصغرهم 20 فدان. فانت بتتكلم على مساحات تسمح باستيعاب الاعضاء، غير اماكن ثانيه وانديه ثانيه بيبقى مساحتها اصغر بكثير بحيث انها بتقبل اعضاء فوق طاقتها. مظبوط. حاليا طبعا احنا مدركين كمجلس اداره وشايفين اللي بيحصل في في في, في مدينه نصر بالذات، وفي شكوى من تكدس الاعضاء، لان في عمليه تطوير كامله للمنطقه الترفيهيه وعمليه توسعه لمنطقه الاعضاء ومنطقه الفود كورت الجديده. دي ان شاء الله لما هتتفتح هتستوعب الاعداد الكبيره اللي موجوده في مدينه نصر وهتسهل الامور، غير ان في خطه متكامله لتطوير كامل لمدينه نصر والاماكن الغير مستغله فيه ان شاء الله. استاذ ابراهيم، ايضا الناس عايزه تعرف ماذا سيحدث من تطوير في فرع الشيخ زايد، لانه الحقيقه برضو عليه اقبال شديد خلال الفتره الاخيره. طبعا فرع الشيخ زايد يمكن احنا اكثر فرع عليه اقبال خلال السنه اللي فاتت بحكم ان هو كان الفرع الجديد والفرع المنشا حديثا. نعم. والمساحه الحاليه اعتقد ان احنا بنتكلم في حدود من 15 ل 20 فدان. خطتنا ان شاء الله ان احنا نضاعف المساحه دي خلال السنه اللي جايه، وفي خطه هندسيه معتمده من مجلس الاداره لتطوير وتوسيع الرقعه الحاليه بحيث ان تقدر تستوعب برضو الاعداد المتزايده. وزي ما بقول لحضرتك فرع الشيخ زايد ده اكبر فرع متواجد عندنا، فالتوسع فيه موجود والخطه معتمده في مجلس الاداره في الجلسه اللي فاتت، فان شاء الله قريبا جدا هنبتدي توسع والناس هتبتدي تحس بيه، سواء في الملاعب سواء في المبنى الاجتماعي. مبنى اجتماعي جديد هيبقى فيه خدمات كتيره متزايده ان شاء الله في الشيخ زايد في القريب العاجل باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك ولكل مجلس الاداره. اشكرك جدا استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الناس بتتكلم في اطار العمل والاجتهاد في العمل، زي ما حضراتكم شايفين في تطوير في كل فروع في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وحتى في الجزيره، التطوير اللي حصل خلال السنه اللي فاتت وبقيه التطوير اللي هيحدث خلال السنين القادمه. وبالتالي اللي عايز اقوله لحضراتكم، الناس شغاله مش في دماغها الكلام اللي عمال يتنطور من هنا ومن هنا، زي ما قلت لحضراتكم ما هو الا كلام في الهواء. النادي الاهلي كسب سموحه 1-0. عفوا، الشوط الاولاني الاداء كان رائع جدا من النادي الاهلي، الشوط الثاني في نص ساعه او ثلث ساعه لم يكن الاداء جيدا، وحللنا لحضراتكم المباراه بالكامل، ولكن هي بدايه جيده. وزي ما قلت لحضراتكم قبل يوم الثلاث، قلت لكم ان يوم الثلاث هي البدايه الجديده للنادي الاهلي، وده هدف المباراه الوحيد اللي احرزه علي معلول من ركله جزاء، وبالتالي هي مرحله جديده بدأها النادي الأهلي بثلاث نقاط هامة جدا، ثم مرحلة أخرى إن شاء الله هتبدأ يوم السبت القادم بمرحلة إفريقية، ستبدأ يوم السبت القادم بمباراة فيتا كلاب، مباراة مهمة جدا جدا جدا، زي ما الكابتن سيد قال، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قال إن هي النتائج بتاعتنا السنة اللي فاتت لم تكن جيدة في البطولة الأفريقية، في بداية البطولة الأفريقية، وبالتالي مهم جدا 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 أن تتحسن النتائج هذا الموسم. عشان كده كلنا هنفضل ورا النادي الأهلي، كلنا كجمهور مش عايزين نفكر في أي حاجة خالص، حضراتكم وانتوا قاعدين
زي ما قلت لكم مجلس الإدارة الحالي وكل المجموعة اللي موجودة اللي شغالين هنا في القناة، اللي شغالين في النادي، اللي شغالين هنا، اللي شغالين هنا، ليس لهم غرض إلا مصلحة النادي الأهلي فقط، وليست أغراض شخصية وليست أغراض أخرى. طيب زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عندي ثلاثة من النجوم الكبار الحقيقة، ثلاثة هنتكلم معاهم بقى فنان، اسامه كابتن اسامه حسني، كابتن هشام حنفي، وكابتن شريف عبد المنعم طبعا النجم الكبير. ثلاثه هيكونوا معايا ان شاء الله بعد، هنطلع تقرير عن تواصل الاجيال في النادي الاهلي، وده اللي كنت بتكلم عليه في البدايه، ان النادي الاهلي لا يقف على لاعب. كلنا زعلنا وكلنا اتضايقنا على محمد محمود، ولكن في النهايه محمد محمود اصبح لاعب في النادي الاهلي منذ اقل من اسبوع او من 10 ايام، جات له إصابة هتوقفه 5 أو 6 شهور، ولكن هيرجع أفضل من الأول، وكلنا متأكدين من كده، لأن محمد من اللعيبة الصغيرين أولا في السن، ثانيا دي الإصابة بتاعته هي أمام حضراتكم، ثانيا من اللعيبة الرجالة جدا جدا جدا، ده اللي احنا عرفناه عنه طوال فترة تواجده في نادي وادي دجلة. نتمنى له يا رب أنه هو يقوم بالسلامة، ولكن تظل هناك في كوكبة كبيرة من النجوم المتواجدين في النادي الأهلي يستطيعوا أن هم يكملوا المشوار، وإن شاء الله بعد 6 شهور محمد محمود يجي ويشيل كأس البطولة الإفريقية، ويشيل برضو درع الدوري مرة أخرى والكأس، ونهديله البطولة الإفريقية، لأن محمد الحقيقة من اللعيبة الرجالة كان نفسه يشارك. ويعني كنا بنتكلم معاه قال لك قبل ما طبعا الإصابة، قال لك أنا أملي إن أنا أكون بعمل حاجة داخل النادي الأهلي ولكل جمهور النادي الأهلي. عشان كده أنا بقول لحضراتكم ما تقلقوش، ما تحبطوش، إن شاء الله الفترة اللي جاية هي فترة جميلة جدا جدا جدا، وإن شاء الله يعود فريق النادي الأهلي بكل نجوم المتواجدين والصفقات اللي لسه هتيجي خلال الفترة اللي جاية، وربنا يستر علينا إن شاء الله والأمور تعدي على خير. هنطلع نشوف تقرير عن تواصل الأجيال في النادي الأهلي، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هستقبل نجومي الكبار ونجوم النادي الأهلي الكبار، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن هشام حنفي، كابتن أسامة حسني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم ونجوم مصر والنادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ مشرف ومنور. كابتن اسلام، ازيك كابتن؟ وحشنا، ربنا يخليك. ايضا واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي، كابتن هشام حنفي. ازيك يا هشام؟ الحمد لله يا اسلام، ازيك؟ وحشني. انت كمان كتير منور كتير، يعني عشت دايما متالق كده. الله يخليك كابتن اسلام، وتحياتي ليك والكابتن شريف عبد المنعم طبعا اكيد منور، وكابتن النجم الصغير طبعا اكيد يعني كابتن اصغرنا بقى اصغرنا يا سيدنا كابتن، ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن اسامه حسني. ازيك يا سمس؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام، منور قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يعني تتألق زي ما كنت تتألق في الملعب، تتألق في قناة النادي الأهلي إن شاء الله. دايما أنت اللي متألق يا سامي. كابتن شريف، خليني أبدأ مع حضرتك في وجهة نظرك فيما يحدث من إصابات داخلية. طبعا إحنا بنتكلم في حسد وفي كل حاجة، والكلام ده كلام ابتدينا نؤمن. لا لا، مش مسألة، كلنا بنؤمن بهذا الموضوع، ولكن في النهاية هناك أسباب عملية وأسباب تؤدي إلى هذا الوضع. مفيش حاجة اسمها، مش مفيش حاجة اسمها، طبعا كلنا بنؤمن بهذا الكلام، ولكن في النهاية في اسباب عمليه بتؤدي الى الاصابات. يعني محمد محمود ده راجل لسه نازل، يعني هنعمل ايه؟ الصليبي ده بيجي ازاي يا كابتن الاول؟ الصليبي ده من الملعب بتاع برج العرب اللي بقى، وفي ده ملعب تقيل قوي يا كابتن، زي الملاعب اللي هي الميديوم اللي هي تقدر تجاري الكره عليها، ان الملعب ده رجلك بتغوص شويه في تقيله شويه، حتى تشوف اللعيب السبرينتر اول لما بياخد بس ده من احسن ومن افضل الاستادات في الملعب، بس عايز يتحف شويه يعني، ده يعني احد العناصر يعني. انا اقصد ان الاصابات دي يا كابتن اصابات بتيجي طب يعني اصابات طبيعيه، يعني كلنا كم واحد جاله صليبي كله يعني من اللي قاعدين دلوقتي مثلا؟ انا اعتقد ان هشام دكتور في الحاجات دي اكتر من اي حد، كلنا اتصابنا في الاصابات في الجزع، في بقى اتقطع عنده اللي ما اتقطعش. انا عايز اقول حاجه، الضغط العصبي والنفسي اساس اي اصابه على لعيب كره القدم. انا لما ببقى نازل وعايز ابقى
ببرفورمانس عالي قوي، اسم النادي الاهلي كبير طبعا، وانا عايز ابقى مواكب السمعه الجماهيريه اللي جايين من قيل محمد محمود ده من احسن اللعيبه الموجوده، بيبقى في ضغط عصبي عليا ان انا عايز اعمل كل حاجه في الكوره بالظبط كده. ولازم جنبك كمان يا كابتن اسلام حضرتك تبقى موجود، وكابتن هشام وكابتن اسامه وكابتن شريف، لعيبه معينه تقدر تشيلني في الملعب كمان، واقدر ادي الحتتين اللي عندي. انما لما يبقى في ناس قاعده لسه كسلانه في الملعب، الحركه بطيئه، هو بيحاول يعمل اللي ليه واللي مش عليه، يعني عشان يثبت برضه ان هو ليه احقيه وافضليه طبعا ان هو يبقى موجود في هذا المكان. فاعتقد دي برضه ليها حته انه بيعمل مجهود زايد في ضغط عصبي في ظروف هو حاسس بيها، في حلم بان احنا نطلع بسرعه من الموقف اللي احنا فيه ده منتصرين كلنا منتعشين بصف. يعني فاهم قصدي؟ اللي انا عايز اقوله يا كابتن ان احنا عايز تقول حاجه، هي كانت كوره، انا كنت في المباراه امبارح، هي كوره مشتركه في وسط الملعب على ما اعتقد مع اسلام صالح او حد من لعيبه نص ملعب في سموحه، فكره مشتركه. النهارده انت معرض طبعا وانت في كره مشتركه ممكن يحصل التواء في الركبه في الانكل في اي حاجه يعني في المفاصل. النهارده ان احنا محمد محمود يعني عنصر جديد للنادي الاهلي، بس كان لازم يطلع اسامه على طول لاعب واعد، ما ده بقى يرجع لتشخيص الدكتور. يعني انا صراحه برضو عشان يعني احنا في قناه النادي الاهلي، لكن كل واحد بيتكلم برضو بصراحه، وانا كنت موجود امبارح في الملعب، لازم اول حاجه وانت دكتور بتنزل بتشخص او بتشوف اللعيب في اصابه في الركبه، لازم اول حاجه بعمل عندها اشخص الرباط الصليبي. بس متهيألي اللعيب برضه بيبقى ليه نسبه حوار، بص يا كابتن شريف عايز يبقى قادر يبقى موجود ولا مش قادر. هو اسامه كان في الملعب فيقدر يشخصها. هي كانت في الكوره دي، فيها في كوره مشتركه، يعني مش ما كانتش حد مثلا ركبته لفت لوحدها ولا لا، او الملعب، فهي كوره مشتركه بينه وبين اسلام صالح على ما اعتقد، ده لاعب الوسط الملعب المدافع بتاع سموحه، رجليه كانت ثابته ولفت معاها، فكان لازم يبقى يعني الدكتور كان يبقى فيه اهتمام اكتر في التشخيص الفعلي وقتها. لو الدكتور شاكك في اي حاجه هو استمر بعدها حوالي 5 دقائق ولا 7 دقائق كمل، لا لازم يخرج بدل ممكن يكون في شك في اي حاجه. يوم لازم يعني هو ده اللي احنا نقصده، ان هناك اسباب بتؤدي الى ما يحدث، وليس طبعا يعني احنا كلنا بنؤمن بالحسد وبنؤمن بهذا الكلام، ولكن في النهايه لو الكلام كده كان من الممكن مثلا ان السعوديه تاخد كاس العالم مثلا، يعني لو الناس بتتكلم بهذا الكلام. انت عندك الراجل جيرالدو ده اخر جاله شد. ايوه انا بس اللي انا عايز برضه يعني حاجه نوصلها للناس، احنا طبعا كلنا مسلمين وكلنا بنؤمن بهذا الموضوع، ولكن في النهايه هناك امور او عندنا بعض الاخطاء التي يجب ان تعالج. انا من وجهه نظري، انا وجهه نظري في ضغط عصبي على اللاعبين كلهم. برافو عليك يا كابتن على فكره، بصراحه يعني قلتها ده مش هقدر اشوف حاجه اكتر من كده، على محمد محمود، على الصفقات اللي جايه جيرالدو عليها، شوف حسين الشحات بيبقى مطلوب منه يبان في البروباجندا اللي هي جايه له بيه، وانه من احسن لعيبه في اسيا، ولاعيب من مصر كمان من احسن لعيبه في مصر وهداف مصر، فكل الحاجات دي بتواكب اللعيب، وهو نادي في وسط الملعب نادي بيأدي، لازم اللعيبه اللي جنبك بقى كمان يبقوا سبورت ليك، يريحوك شويه يا اسلام. طبعا مش هتبقى انت اللي بتعمل كل حاجه في الملعب، بس خلي بالك برضه يا كابتن شريف، يعني هو ده سوء الحظ اللي بيواجه نادي الاهلي من بدايه الموسم. النهارده كم الاصابات الموجود عندك، يعني النهارده كنا بنقول وبنناقش طب هل المستشفى بتاعت النادي الاهلي من بدايه الموسم هل هي احمال بدنيه اتحطت غلط، طب دي بالنسبه للعيبه، طب هل هو جهاز طبي، هل هو ملعب، طب النهارده محمد محمود ده وافد جديد ما اتمرنش غير ممكن 3 تمارين في النادي الاهلي، يعني بتقول الثلاثه دول مش موجودين، يبقى مش موجودين يبقى اذا النهارده دي اصابه قدريه لمحمد محمود. لكن محمد محمود لاعب صغير السن، عنده 20 سنه، لاعب واعد وصاعد، ان شاء الله يكون عنده الوقت ان شاء الله يتعالج كويس ويرجع تاني ويعود تاني للملاعب وبسرعه، واكيد النادي الاهلي طبعا مش هيأثر معاه، يسافر اكيد المانيا وهيعمل العمليه وهيعمل العلاج الطبيعي بتاعه، وان شاء الله يرجع بسرعه تاني للملعب، ان هو فعلا وانا بتفرج عليه امبارح في الملعب من اللعيبه اللي عندها شخصيه داخل الملعب بالظبط، يعني بالرغم ان ممكن دي تبقى تاني مباراه ليه وفي وقت النادي الاهلي محتاج فيه المكسب وقت مضغوط، لكن اللعيب دايما بتبان شخصيته، هو عنده الشخصيه وعنده الملكه دي بتاعت النادي الاهلي في وقفته على الكوره، في تألانه على الكوره، في رؤيته في الملعب. طبعا يعني احنا خسرناه خلال الفتره الجايه، هو لعيب مهم هيبقى احسن من الاول كمان ان شاء الله، لكن برضو الحمد لله عايزين نبص لها ناحيه ايجابيه، عندك الحمد لله بدايل ان شاء الله تقدر تدخل الفتره اللي جايه، في موجود صالح جمعه ممكن يقوم بالدور دوت مكان محمد محمود. كمان برضو النقطه انك انت ممكن لا قدر الله كنت سجلته برضو في القائمه الافريقيه كابتن شريف، فالاصابه جات له بدري، فانت عندك وقت انك انت ممكن تشيل محمد محمود، تبدا تحط عنصر تاني قبل ما تدخل في القائمه الافريقيه،
لكن طبعا لو احنا بنتكلم في المجمل لا هي خساره طبعا خساره كبيره للاعب صاعد وواعد يعني وكمان مستقبل الكره المصريه مش النادي الاهلي بس. كابتن هشام برضو خلينا ناخد رايك فيما يحدث من اصابات داخل النادي الاهلي ووجهه نظرك بقى لان انت تحديدا كان عندك مشاكل في الركبه يعني صحيح. بتحصل يعني طبعا لو هنجيب اللقطه كابتن اسلام من تاني اللعيب الوحيد دايما بيبقى احسن من الدكتور لان هو الوحيد اللي بيحس فعلا ايه اللي قطع عنه. اكتر واحد يشخص اللعبه هو اللعيب. وفي لقطه اول ما وقع على الارض ده الكابتن كابتن كابتن الحقوني يعني الحقوني بس عمل ده كان باين. هاتها تاني اللقطه هتشوفها لو نعرف سمير يجيبها فعلا وقعد يعملها ويفردها ويجيبها لان هي فعلا دي كانت باينه انها فيها حاجه. فزي ما هنا بقى اول ما هبص اللقطه هتيجي كابتن شريف كابتن اسامه بص كمل اهو بس كابتن أنا كابتن أنا كابتن, كابتن بص يعني عمال يندى عليهم اللي هو واحد بيستنجد ان انا في حاجه في رجلي في حاجه في ركبتي يعني هي سمرة كملها بص في عين في حاجه هو حس بيها هو حس ان في حاجه بقى هي دي انا بص بقى هي دي المشكله ان هو فرد رجله ورجله الثانيه غرزت في الارض فهو بص هنا بقى اهي فتلوت هنا بقى في الحته دي راحت مترقعه باينه جدا شوف هي دي صح هي دي هي دي اللي انا بقول لك عليها هو حس اكتر واحد فينا اكتر من الدكاتره واكتر من اي حد هيشخصها هو عارف ايه اللي طرقع عنده في ركبته سواء بقى الغضروف لان طبعا الرباط الصليبي يا اسلام لما بيجي بياخد معاه داخلي بياخد معاه الغضاريف بتتقطع كلها معاه الواحد يعني عن تجربه يعني فاول لحظه هو حس بيها هنا ما كانش ينفع يكمل زي ما قال اسامه طبعا ما ينفعش خلاص انا في اللقطه دي نزلت حتى لو كان التشخيص خطا انا من احساس ده كان لازم الدكتور يقول له تغيير كان لازم يبقى فيه قرار بتغيير محمد لان محمد اكيد كلنا زعلانين عليه طبعا اكيد وما نتمناش لاي واحد الاصابه خالص يعني لعيب مبشر لعيب صغير لعيب عنده شخصيه زي ما قال اسامه انا اتفق معاه مليون في الميه فيري باد لك جدا تاني حاجه هو كان في تصريح من وادي دجله قال لك من وهو عنده 12 سنه لغايه لما مشي ما اتصابش خالص في وادي دجله يعني هو لعيب كمان قوي جدا ورغم كسر حجمه لكن قوي البدن كمان عنده قوي جدا عنده عضلات كويسه وكل حاجه لكن سبحان الله هي دي قدريه زي ما قال اكيد اسامه هو ده بس اللي عايزين نوصله ان احنا في الاخر طبعا كلنا بنؤمن وكذا 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 ولكن في النهايه هناك اسباب قد او اسباب عمليه تؤدي الى هذه الامور هو ده اللي احنا بس عايزين نوصله للناس ان الاسباب العمليه لما نخلص بقى الاسباب العمليه نبقى نبص بعد كده للي بعد كده لكن الحركه اللي جت كمان يا اسلام الحركه اللي جت دي فيها عدم توازن خد بالك ونيرف عالي عنده عايز يأدي وعايز ياخد الكوره فدي حصل اختلاف في التوازن دي بقى لا فيها هو حضرتك حللتها دي لا فيها حضرتك قلتها بطريقه هايله ان اللعيب اللي زي محمد محمود وحسين الشحات وياسر ابراهيم وضغط خصوصا اللي جايين في الشتاء خلي بالك او اللي جايين في يناير عليهم صالح جمعه كتير جدا جدا ده احنا يا راجل لما كنا بنلعب مباراه يعني عشان نرجع تاني كنا بناخد لنا ماتشين ثلاثه فبالتالي الله يكون في عون الناس دي ولكن زي ما الكباتن كلهم اجتمعوا ان احنا عندنا مجموعه جيده من اللاعبين زي ما اسامه قال طبعا. ان ممكن جدا ان يتشال محمد محمود من القائمه الافريقيه لانه خلاص مش هيلحق البطوله الافريقيه الحاله التعويضيه موجوده هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في هذا الاطار ولكن خلينا بقى نروح يا كابتن لمباراه سموحه الدفعه المعنويه اللي اكتسبها الجهاز الفني واللاعبين من الثلاث نقاط بغض النظر الاول عن الاداء رايك فيها هو ده المطلوب من المباراه وكل المباريات اللي جايه هو من ثلاث نقاط اللي انت بتتكلم عنها انك انت في وضع عايز زياده في العداد لعبت كويس ما لعبتش كويس لعبت زي اول هاف تايم قدرت الفرقه تتحرك قدرت يسهلوا على بعض حتى في غيابات سنتر فيرود بتاعك مش موجود اصلا القلب الهجوم بتاعك بحاله تعويضيه من وليد سليمان كان شكله غريب في الملعب يعني هو واقف قدامه على يمينه الافريقي جيرالدو البروميسنج او جيرالدو ده اخر سريع وبيروح على على الباك وبيقطع على الجول وكان يقدر ياخد ضربه جزاء في اول ثانيه لو هو كمل الكوره وخد حقه الشرعي فيها انه يقع فيها عمل حاله ارباك للفرقه اللي قدامه عمل لهم انذار لا انا موجود انا النادي الاهلي عينه كانت عليا كويس وانا لعيب كويس قوي وانا حابب ان انا ابقى موجود وحابب النادي الاهلي وحابب مصر وحابب الملعب فدي مش في اول يوم برضو تقدر تكتسبها من اي لعيب طبعا كل اللعيبه بتنزل هايبه المواقف طبعا تتفرج على زملائها بيتعاملوا معاه ازاي بيشوف الراجل ده حمل نفسه المسؤوليه
بقى هو اللي بياخد الكره وعايز يبقى صاحب القرار فيها وحاسس بنقص العدد اللي عندك في الفريق. يعني في لعيب يبقى عامل حساب مثلا ان ازارو موجود مش هلعب في الحته دي او المنطقه دي, هحاول اساعد في المنطقه دي او سبورت في المنطقه دي. الولد ده كان مفاجئنا الحقيقه, قعدت انا قلت اول ما اتفرجت عليك وانا قاعد قلت ده لعيب كويس يعني خلاص خد ال حظه السيء بقى ان انا ما لقيتوش في الشوط الثاني, قلت الله هو في ايه كلنا واحنا كل ما نقول على حد كويس كل ما نقول على حد كويس هيتحسد ولا هو في ايه؟ بس هو عشان متوقف بقاله فتره بس عن المباريات فممكن حس هو يعني تصريحات كابتن سيد امبارح ان هو اجهاد في العضله الخلفيه, الحمد لله ما وصلش لدرجه شكل الاصابه شكل النادي الاهلي الحقيقه مزهور. واحنا ده مش يعني الافارقه عندنا بياخدوا وقت يا اسامه شويه ده جاي مترجم نفس الصوره جاهز. فكان اول شوط كابتن اسلام في شويه تحركات, اللعيبه فاقت شويه, اللعيبه عايزه تدي, اللعيبه في تعليمات من بره, انا سامع ان في ودن وتفكر مع رجلين في الملعب بيترجموا الحكايه كلها والاحساس بالموقف النادي فيه النادي الاهلي فيه. كمان طلعت بواحد صفر كان لازم تطلع باكتر من كده صح, لان الشكل اللي حصل لنا بعد كده والتغييرات والاصابات في حاجات احنا ما بنبقاش عاملين حسابها في الماتش. يعني الراجل يبقى جايب في جيبه تغييرين تلقات عايزين يعملهم, بيبص يلاقي نفسه بيغير جول مثلا ولا بيغير باك ولا بيغير, بتلاقي كريم نيدفيد نازل بيلعب في حته خدت بالك بيلم في ناحيه الهاف رايت عشان الحته دي ما يتعورش منها ويجي مننا. اول 21 دقيقه في الشوط الثاني انا بقيت بتفرج اللعيبه نفسها عايزه تعمل حاجه بس الهارموني لسه رايح منه. وهو ده اللي هنتكلم عنه بس عشان نقفل موضوع الاصابات ده تماما. لو جاهز لو جاهز التقرير يا سمير بتاع الاصابات نطلع نشوفه ولا نصبر شويه؟ ها طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن كثره الاصابات في النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن هشام عايز ابدا بحضرتك برايك في الصفقات الجديده ومدى تاثيرها الايجابي او اي حاجه حضرتك شايفها خلال الفتره القادمه مع الفريق. لا كلها مؤثره جدا وكلها في حدود اللي انت عايزه. يعني هو مش مجرد ان انا بجيب لعيبه وخلاص, لا اهم حاجه المراكز اللي انا عايزها, لعيبه اللي تقدر النادي الاهلي يستفاد منها ويقدر يستفاد منها على المدى البعيد كمان. نعم. لعيبه تبقى ليها شخصيه زي ما قال اسامه كمان واتفق معاه مليون في الميه. خلي بالك نقطه الشخصيه دي مش في اي حد يلعب في النادي الاهلي يا اسلام. يعني انت عارف وراجل نجم كبير وعارف وكابتن شريف موجود, اي حد لازم يبقى عنده شخصيه لان النادي الاهلي مش اي حد يلعب فيه. تيشيرت النادي الاهلي فعلا كبير على ناس كتير جدا جدا. فانا اعتقد ان الصفقات كلها محترمه, الصفقات كلها النادي الاهلي هيستفاد منها في الفتره اللي جايه. مؤثره طبعا مفيش شك, طبعا اكيد مؤثره. يعني انا زعلان على محمد محمود جدا وهقعد اقول من هنا لبكره اناشيد عنه, لان هو فعلا لعيب انا بحبه من هو فادي دجله. لعيب كوره, لعيب عنده شخصيه, لعيب عنده مهارات, لعيب عنده رؤيه للملعب مش اي حد يبقى عنده الرؤيه ديت. بيعمل حاجات انت مش متوقعها وانت قاعد حتى في الملعب ولا وانت في الاستوديو, بيعمل حاجات انت مش متوقعها. فعشان كده انا زعلان عليه جدا, لكن ان شاء الله عندنا البدايل. عندك صالح جمعه ان شاء الله لازم يرجع بشكل قوي جدا الفتره دي. النهارده بقى موجود في النادي, النهارده بقى عنده برنامج, لازم يكون قد المسؤوليه مره ثانيه ويفرض شخصيته على النادي, على كل الناس بقى, على الاعلام وعلى برنامج بدني. يعني بدني برنامج بدني مش برنامج اعلامي. يعني طبعا يعني بيتجهز على احسن مستوى الفتره اللي جايه, محتاجينه في الملعب لان هو لعيب كوره, لعيب كوره يعرف يفيد لك الفرقه بشكل كبير جدا جدا, يقدر يتحكم في رتم المباراه. واحد من اللعيبه اللي يقدر يتحكم في رتم المباراه هو ده المهم. خلي بالك انت بتحتاج الرقم 10 ده يبقى هو طبعًا اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراه. عنده الملكه, نعم عنده الرؤيه وعنده الملكه في الرؤيه انه يقدر يشغل حتى اللعيبه المهاجمين ويقدر يعمل برضه الدور الدفاعي, وده عند صالح جمعه. كانت الناس بتقول دايما على بوتريكا كده انه عنده اربع عيون مثلا, يعني ان هو وهو خاصه بيلعب في الحته دي, اللي بيلعب في الحته دي لازم يبقى كده. طيب بس انا عايز قبل ما تنقل لنقطه الصفقات دي يا كابتن اسلام عايز اكلمك. هديها لك, مين قال لك انا هديها لك؟ طيب الحلو في الصفقات في محمد محمود ومحمود وحيد وياسر ابراهيم وحسين الشحات, هم اللي عايزين النادي, اللي هم عايزين النادي الاهلي, هو ده اللي عايز اتكلم فيه. النهارده اكيد في ناس دخلت في الصفقات دي خاصه ياسر ابراهيم وحسين الشحات, وحط تحت حسين الشحات ده 50 خط. النهارده لما يدخل وحد وعايز يغلي على الصفقه حسين الشحات عشان يخطفه من النادي الاهلي, وده شيء وارد في الكوره ان تلاقي لعبه القط والفار يعني بين الانديه او بين اشخاص, ده شيء طبيعي, ده طبيعي في كره القدم ان انت النادي الاهلي عايز تاخد صفقه في حد عايز ياخدها منك, ده طبيعي. لكن دايما بنراهن على حب اللاعب للنادي الاهلي, ده لا يقدر بثمن. حسين الشحات النهارده لسه ما لعبش مباراه واحده مع النادي الاهلي,
خلاص بقى بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي بقى في قلوبها وبقى رمز للنادي الاهلي قبل ما ينزل الملعب. فهو كمان حتى كمان وكل الناس الموجوده صراحه ياسر ابراهيم ومحمد محمود ومحمود وحيد كل اللعيبه اللي جت فعلا هي مقدره يعني قيمه تيشيرت النادي الاهلي فهم اصبحوا نجوم قبل ما ينزلوا الملعب. فان شاء الله طبعا نتمنى لحسين الشحات طبعا لعيب هايل ولعيب ما شاء الله امكانياته كبيره جدا ابدع في مصر المقصه وتالق في العين ومن اللعيبه برضو المصريه اللي لعبت كاس عالم انديه فالنهارده برضو يعني هو يعني ما شاء الله خبرات كبيره هيكون اضافه كبيره طبعا في خط هجوم النادي الاهلي. طيب كابتن اسامه عايز اسالك عن بصمات المدير الفني مارتن لاسارتي هل لحق؟ هل شفت فيه منه حاجه ولا لسه نصبر عليه شويه؟ لا طبعا محتاج شغل محتاج فتره شويه عشان نقدر يعني نحكم على شغله او هو يقدر يتعرف على الفرقه ويتعرف على امكانيات اللعيبه الموجوده عنده. لكن الحاجه اللي عجبتني في مارتن لاسارتي اول مباراه لينا مع النادي الاهلي وخساره. هو كان مسك المباراه قبلها بحوالي 3 4 ايام لكن انطباعاته وهو حزين من الخساره اللي بينقلها للعيبه فده شيء كويس جدا. وحتى حديثه دايما مع اللعيبه عجبني امبارح ردود فعله وهو واقف على الخط امبارح وهو بيوجه اللعيبه داخل الملعب عكس كارترون. كارترون كنا هنا دايما بنشيد طبعا بيه في اوقات كتيره لكن دايما كان على الخط كان هادي شويه. كارترون شخصيه النادي الاهلي عايزه المدرب اللي زي جوزيه تلاقيه في وقت من الاوقات لازم يبقى حاسم لازم صوته يبقى عالي مع اللعيبه في توجيهاته وفي وقت من الاوقات برضو اللعيبه بتحبه وبتحتضنه يعني لازم المدرب. فاعتقد يعني مارتن لاسارتي من المدربين ان شاء الله اللي ممكن يبقى ليه بصمه كبيره مع اللعيبه خلال الفتره الجايه. لكن برضو الناس المعاونه معاه من الجهاز مدرب الاحمال هيبقى عليه دور كبير جدا خلال الفتره الجايه خاصه عليك. ان احنا دايما بنتكلم على النادي الاهلي في الشوط الثاني. الشوط الاولاني مباراه الاهلي وسموحه النادي الاهلي ما شاء الله متالق اللعيبه متالقه وكمان يعني روحنا بكذا كره كان لازم النادي الاهلي يخلص المباراه من بدري بالهدف الثاني. ظهرت العمليه ان احنا قلنا شويه الشوط الثاني نظرا برضه هرجع للمستوى البدني اللي كان شغال بيه لندمان. فالراجل المعد البدني اللي هيبقى مع مارتن لاسارتي هيبقى عليه دور كبير جدا خلال الفتره الجايه ازاي اجهز اللعيبه بشكل افضل ان شاء الله. فاكيد هتظهر بصمه مارتن والمساعدين معاه خلال المباراه الجايه ان شاء الله. تمام انا بس عايز اقول لحضراتكم لانه شيء مهم جدا النهارده معلومات من داخل الفريق يعني حاجه خاصه بينا احنا بمصادرنا دي ليس لها علاقه باي شيء اخر ولكن حتى الان الجهاز الطبي هو موجود في الفريق. حتى الان الجهاز الطبي لان طوال النهارده كابتن اسامه كابتن هشام كابتن شريف كان في كلام عن اقاله او استقاله او كذا او كذا ولكن حتى هذه اللحظه الجهاز الطبي لم يتم اي حاجه رسمي او ما فيش اي حاجه حتى هذه اللحظه. ولكن بناء على معلومات من عندي انا بقى بقولها لحضراتكم ان خلال الفتره القادمه قد يكون هناك تطوير كبير. الساعات القليله القادمه هيكون فيها تطوير كبير في الملف الطبي بالنسبه للنادي الاهلي وده شيء مهم جدا 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 لان من الواضح ان من الممكن جدا او ان خلال الفتره اللي فاتت كان الناحيه الطبيه كانت محتاجه بعض التطوير وده هيحصل خلال يعني الساعات القليله القادمه او اليومين اللي جايين هتسمعوا اخبار كويسه جدا فيما يخص هذا الموضوع. ولكن حتى هذه اللحظه الجهاز الطبي هو موجود بالكامل ومفيش اي نيه لاي حاجه خالص ولكن قد يكون هناك تطوير في اشياء كثيره جدا خلال الفتره الجايه في معدات في اسماء جديده تدخل في اسماء قديمه تخرج حاجات هتحصل خلال الفتره اللي جايه هنشوفها ايه هي ولكن سيكون هناك تطوير في النواحي الطبيه. كابتن شريف عوده علي معلول بتمثل ايه بالنسبه لك؟ مفاجاه. مفاجاه ازاي؟ يعني اما لعيب يبقى بكل الغيابات دي وينزل تاني تايم في مباراه ويعمل لي معادله صعبه جدا طفره وعنده السنس لسه والهسه في الملعب وازاي يبصي امتى وازاي عمل اوفر في ماتش بيراميدز ده عمل سابو عمل مسانده مع عرضيه اوروبيه يعني حاجات على محافل دوليه الشغل ده يعني وهو متعود انه بيلعب في منتخب تونس وراجل فاهم موقفه ووضعه ازاي في الفرقه قد ايه الثقه دي اللي هو بيتفرج بيها من هو قاعد بره مش عاجبه حاجات كتيره فينزل هو يترجم الصح.
المباراه اللي بعدها بيلعب بنفس الشكل وبنفس الاداء وبنفس الروح. يعني مفيش حاجه ما قلناش دي مثلا كانت وليده الصدفه لاحداث مباراه معينه، انما هو بالعكس هو بقى عامل اساسي قوي دلوقتي انه بيعمل لك اول ما تسمع اسمه طمانينه في السكور شيت، وانت اول ما بتشوف علي معلول هيلعب كنت زمان نقول لك ايه وفلان هيلعب فنبقى مطمنين يعني. فهو بقى خد الامتياز ده وعلى الاقل باسس الحرق باسس الروح القتاليه كمان في اللعيبه اللي حواليه كلهم. بقى مطمنين له، بقى في عنصر مهم قوي موجود في هذا المكان باك ليفت هاف ليفت وينج ليفت مسانده للراجل اللي جاي محتاج كل المساندات. رمضان صبحي تعامل برضو، رمضان صبحي كان زمان بلد دي سنتين ثلاثه دلوقتي ولا كان يعني بعيد برضو مش بالشكل مش بلمحه الخبره اللعيب الدولي انه يقدر يقرا تحركات ولعب رمضان صبحي ويقدر يتواكب معاه ويتزامن معاه ويحصل فيه اندماج يعني. فطبعا هذا علي معلول فرق كتير جدا مع فرق فرق معايا من غير ما اقول له من غير ما اوجهه من غير ما اطلب منه اي حاجه، هو تركيبته كده هجوميا اقوى بكتير قوي من دفاعيا كمان. فانت محتاج في هذه المرحله هذا الشكل يعني. انا هاخد رايكم انتوا الثلاثه في هذا الموضوع، رايكم في الموضوع. لا انا بعد اللي قلته في علي معلول هتقولوا حاجه ثانيه؟ لا 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 الموضوع ثاني يا كابتن شريف، ما تزعلناش وقتنا بقى، جبنا لنا لعيب ثاني قسم لنا على واحد ثاني. حاسس ان انا داخل على حاجه ثانيه خالص بلاش علاقه بعلي معلول. هتخليهم يعدلوا عليا ولا ايه؟ لا انا اقصد موقف النادي الاهلي من المنافسه على الدوري العام، على الرغم من ان انا شايف ان ناس كتير ركابها بتخبط في بعض يعني، لكن في النهايه برضه في بعض الاقاويل بتقول لك هشام ان الناس، هل النادي الاهلي ابتعد على المنافسه؟ وجهه نظرك ايه؟ لا الموضوع ده لسه بدري قوي يا كابتن اسلام ان احنا نتكلم فيه اصلا يعني. النادي الاهلي لعب 14 مباراه، تبقى عدد كبير جدا جدا من المباريات. نعم. يعني انت بتتكلم لسه في حوالي 19 مباراه صح؟ تقريبا لا 20 مباراه كده 20 بالظبط، هو 34 20 مباراه 20 مباراه 20 مباراه ما تقدرش يعني ما حدش يفتكر ان هو حصل على الدوري خلاص، ما ينفعش اتكلم كده حسابيا ولا ورقيا ولا اي حاجه، لان لسه في عدد كبير جدا جدا من المباريات، لسه في عندك يعني ثلاث ماتشات في الدور الاول ودور كامل لسه النادي الاهلي يعني ما ابتداش فيه. فالنهارده ما ينفعش حسابيا ان انا اتكلم في الموضوع ده خالص، ولكن هو ده بيحاول يسبب لك ضغط، هو عايز يبين للناس كلها ان النادي الاهلي خلاص واقع، ان النادي الاهلي مش كويس، ان النادي الاهلي هو حتى حظه وحش في كل الاصابات، عنده حظ وحش كمان في أيوة. في تخبط عنده حاجات كتير جدا جدا، هو بيحاول يصدر لك ده او يصدر المشهد ده للراي العام. فبالتالي هو فاكر ان هو بيتكلم على لعيبه صغيره او نادي صغير، لا النادي الاهلي كيان كبير بتاريخ وبطولات وانجازات وكيان يعني لو هنقعد نتكلم عليه من هنا ل 110 سنه لا النادي الاهلي كبير جدا. فالنهارده هو بيحاول يصدر، هو ده ما هو ده برده من نوع انواع اللعب الديرت بلاي عشان يوصل للناس ان الدوري خلص يا كابتن اسامه، هو الدوري لسه ما خلصش. هو عايز ينفرد بالصداره وعايز كل الناس تبقى مسانده طبعا ليه ان هو بينافس وان هو دلوقتي متصدر، ولكن في النهايه يبقى الدوري ما زال في الملعب بشكل كبير جدا جدا جدا، ما اقدرش احسمه خالص دلوقتي، لسه فيه كتير، انت النهارده عندك مباراتين مع المنافس، مباراتين تكسبهم هيبقى فاضل 2 بونت ما بينك وما بين يعني المنافس، اكيد لسه فيه بتتكلم في يعني 17 مباراه ليه هو كمان، فلسه يعني او 18 مباراه، لا لسه كتير جدا، ما اقدرش احكم على بونتين، في 8 بونت ولكن في ماتشين، النادي الاهلي عنده شخصيه في ماتشات الكبيره، عنده شخصيه كبيره جدا جدا، متفوق دائما على فريق الزمالك، فالنهارده ما هي المنافسه بين منهم، فالطبيعي النهارده ان انا لا لسه في الملعب كتير قوي يا كابتن اسلام. كابتن اسامه. لا عمليا طبعا بالارقام لسه بطوله الدوري في الملعب، من الصعب ان حد دلوقتي يحسم ويقول ان فريق ما خد الدوري. لكن في عوامل ثانيه طبعا يعني اتمنى تكون دايما مع النادي الاهلي او الظروف تتحسن فيها هي عمليه الاصابات، ان دايما تبقى عندك كل اوراقك الرابحه موجوده سواء صلاح محسن او طبعا وليد ازارو هيغيب فتره بسبب الاصابه بتاعته، يكون عندك صلاح محسن بقى يرجع، عندك سعد سمير دخول طبعا صالح جمعه، كل اوراق الروح هتبقى موجوده، تبقى اجايه طبعا هيكون قوه اضافيه كبيره، كل اوراق الروح دي ترجع تاني، فلا لسه يعني رقميا العمليه لسه في الملعب،
لسه عندك زي ما كابتن هشام بيقول ماتشين مع المنافس بتاعك نادي الزمالك، وهيكون بتحكيم اجنبي مش تحكيم مصري، عشان لو اتكلمنا عن التحكيم المصري من هنا لبكره يعني يعني في ماتشات كتير راحت للمنافس في ماتشات كتير ضاعت منك بالتحكيم المصري، فانت لا لسه رقميا العمليه في الملعب، وان شاء الله يعني الدور الثاني هيكون شكله مختلف. ودايما التاريخ بيقول يعني النادي الاهلي ما بيسلمش كده الرايه بسهوله يعني. كان عندنا اخر مره مانويل جوزيه كانت سنه 2010، كان النادي الزمالك متصدر بفارق 5 نقاط، وقتها الحمد لله خدنا الدوري قبلها احنا ب7 نقاط، وكان فارق ليه لو عندك يا سمير ماتش الاهلي والزمالك 4-3 في كاس نهائي كاس مصر، ولما كانت النتيجه 2-1 لغايه الدقائق الاخيره ابو تريكه وسام حسني الدوري لغايه لما اسامه احرز هدفين، وكان احمد صديق الحقيقه نزل وعمل لك الجونين اعتقد الثالث والرابع، وكان الدقيقه 88 89 ده اللي انا فاكره يعني. انا بطل الماتش ده. انت ازاي؟ هو ده كان اللي كان قاعد بيشجع في المنصوره. ده كان 2008 صح؟ يعني انا اقصد في 2008 انا اقصد قريبا يعني قريبا يعني طبعا في من ملاحم من دي كتيره او حاجات من دي كتيره جدا حصلت خلال اللي قبل كده، لكن انا بتكلم على حاجه فيها ناس كانت موجوده في الملعب في ذلك الوقت، وبالتالي دايما النادي الاهلي فكره الدقيقه 90 دي بالنسبه لنا او بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى دايما موجوده في اذهان سواء جمهور او لاعبين. بص يا اسلام هقول لك على حاجه، النادي الاهلي هو اللي بيصدر الروشتات لاي حد تاني، النادي الاهلي هو صانع البهجه لنفسه، مش هقول لك للجماهير بس، يعني هو اللي بيعمل السيستم في الملعب باللعيبه المحترمين اللي قدامك دول، وحضرتك برضه اشتركت معانا وانا اشتركت مع النادي الاهلي. ده الماتش لينا الحظ سريع على طول بالحظ، ده هدف كان هم راحوا بثلاث كور جابوهم فينا جوان. شيكابالا يومها كان ربنا داعي له يعني كويس ياخد الكره ويعدي بيها ويروح شايط الكره بشماله تعمل بند عشان وكان ماتش حلو الملعب كمان خلي بالك الماتش ده كابتن شريف كان رايح جاي، وعمرو زكي كمان كان جامد جدا. مانويل جوزيه بعد المباراه بيقول لي الماتش ده يعني هيسيب اثر سلبي على نادي الزمالك فتره طويله، هو و6-1 و4-2 قال لك ان الماتش رايح جاي كل ما يروح لهم ويرجع لنا وانت بتقتل وراه في الاخر، ده يعني هيبقى ليه اثر سلبي جدا عليهم خلال سنه 4-2 لو تفتكروا من 2007 قعدنا سنين طويله. انا عايز اسالك سؤال هنا في الكوره دي، انت ليه لعبتها بدماغك على الرغم انها نازله على رجلك؟ يعني انت خدت قرار صعب جدا، الكوره يعني رايحه يا اسلام بص انا شفتها دلوقتي اول مره يعني نزل انت نزلت لها قوي، ودي يعني قلما لما بتحصل يعني ان الواحد ينزل براسه لتحت مستوى رجله ان هو يلعبها. بص لو اسامه كمان يعني لا ده التاني ده الهدف التاني ده الرابع ده الاخير اللي هو اللي كسبنا بيه ده هايله دي حاجه تانيه خالص. لا الثالث يعني انا عايز الثالث طبعا سمير لو سمحت. يا سمير لو جت يا كابتن اسلام يعني اول مره اخد بالي منها النهارده يعني. خلي بالك يا كابتن اسلام كم الاصابات اللي جه في النادي الاهلي السنه دي في مشواره يعني في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري 2008 لا غير انا في بتكلم على السنه دي في مشوار بطوله افريقيا وفي مشوار الدوري، لو انت عندك الاصابات دي موجوده في الملعب كنت هتاخد بطوله افريقيا. انت جيت يعني من اهم اللعيبه في النهائي الافريقي علي معلول، وكان وليد ازارو طبعا اتوقف، كان عندك علي معلول اللي حكيت شيء بيتكلم عنه، كان نقطه مهمه جدا، كان نقطه مهمه جدا في النادي الاهلي وكان اضافه قويه جدا. لا هي يعني ممكن بالدماغ ممكن بس هي الدماغ اسرع شويه. من اقرب خطف هو خطف قبل هو الجميل ان انت راح تجيبها جول وعارف انها تخش جول يعني انت طالع وحاططها بدماغك وعارف انها جول. يعني انا اقصد ان دايما الدقيقه بالنسبه لنا موضوع الدقيقه 90 ده لا طبعا لا النادي الاهلي موال تاني قعدنا سنه في الاهلي بنكسب في الدقيقه 85 للدقيقه 90 ما كانش بقى في 6 دقائق ولا 5 دقائق ولا حاجه، احنا كان دقيقه يبصوا لبعض ويصفروا. ياما جبنا جوال، انا فاكر جبت جون في المصري في اخر ثانيه في الدقيقه 90 من نص الملعب بعمل سرول لمحسن صالح دخل في المقص. السرول دخل في المقص انا بقى انا هقول لك انا شايفها انا ماشي من نص الملعب لقيت محسن صالح هناك عند الشاشه اللي هناك دي فرحت دوش رجلي ما لقيتش كابتن احمد بلال بقى ربنا يديله الصحه اللي كان موجوده واخدها بوش رجلي راحت في اشرف ابو النور في المقص. الناس ما صدقتش ولا انا صدقت ولا اي حاجه، هم 2 بونت يخلوك
فالدقيقه 90 دي بالنسبه لنا هو ده هو ده ولا ده حاجه ثانيه؟ ده حاجه ثانيه. لا ده ده لا ده ده من ال لا ده من سلام لا سلام لا الاجوان دي خلاص هنقلبها ذكريات احنا كده خلي بالك يعني. لا انت كده شوف لنا حاجه لهشام. لا لا هشام هشام الشوتر الشويت غير عادي الحقيقه يروح حاططها بوش رجله اللي هي ماشيه اكنها جايه له بدل ما ابص الاقيها في الجون حتى ما بتتمسكش. احنا عايزين بقى نتكلم عن اهو الحين سمير عطوه ماشي هو ده الكلام هو ده الكلام. لو اللقطه الحلوه بقى في الاهداف كلها واحنا بنتفرج على الاهداف دي كلها كابتن اسلام هو ده بقى الله ينور عليك يا صبرا جمهور النادي الاهلي طبعا. بص حطني قصاد اي فرقه وحط لي جمهور النادي الاهلي مع احترامي لاي فرقه خلاص. امبارح وانا قاعد في الاستاد بتفرج على مباراه الاهلي وسموحه بالرغم انك انت يعني مباراه سموحه فانت ليك 500 مشجع 500 موجودين في الملعب امبارح حاجه تفرح صراحه. 500 قايمين يعني بدور مثلا 20,000 حاجه تفرح من جول الملعب والتشجيع طول المباراه صراحه. كمان سمعنا مجلس الاداره ان خلال مباراه فيتا كلاب كمان ان احتمال يبقى تذاكر تذكره ب 10 جنيه ويبقى فيه اتوبيسات. فالنهارده انت كمان كنادي وكمان جزار انت بتسعى ان الجمهور يكون موجود ان هو المكسب الرئيسي. وانا اتمنى انهم يعملوها في دوره الالعاب الافريقيه الافريقيه ايه الالعاب الافريقيه دي؟ الالعاب الافريقيه احنا كنا فيها انا واسلام كنا فيها برضه كنا انا وهو مع بعض منتخب مصر. انا بتمنى برضه اللي بيقول عليه اسامه ده يتحقق في بطوله الامم الافريقيه باذن الله. طيب عشان الملاعب تبقى عايزين نتكلم برضه شويه عن مباراه امبي والجيش النهارده. شفت المباراه ازاي؟ انا شفت طبعا المباراه انتهت ب 1-0 لنادي امبي. والله انا شفت على فترات المباراه هقول لك على حاجه شايف ان امبي في وضع محتاج ثلاث نقاط. ابتدى يلعب خطوطه بعيده شويه انما ابتدى يحط في منطقه الجزاء ويلعب العرضيات اللي هي توفر له انه ممكن يجيب جول. وفعلا في احدى الكور دي ومين باص جيد جدا هشام حتى كنتش انا شفت الجول وراهولي على النت الراجل راح ناحيه الشمال وقطع وكعود راح سارق الباك بدماغه وبيحطها بكل سلاسه جدا وكانه متمرن عليها في التمرين حاجه زي كده ودخلت جول. وحاولوا يعززوا الهدف ما عرفوش خلص الهاف تايم ابتدت بقى الهوجه بتاعت فرقه راعي الجيش. الحقيقه انا شفت راعي الجيش ثاني تايم الماتش ده ما ينفعش يطلع انبي كسبان يعني المفروض على الاقل يكون تعادل لان اضاعوا اهداف كتير قوي وتحكموا في الخطوط كويس قوي وحظ بقى التوفيق وعدم التوفيق فكان الفوز لانبي 1-0. هشام يعني طبعا انبي بدا بدايه كويسه يعني الشوط الاولاني كان هو اللي مستحوذ كان هو اللي مسيطر كان هو اللي عنده الفرص كان حاطط فريق طلائع الجيش في وسط الملعب لغايه الهدف. بعد الهدف طلائع الجيش يعني قشعر انيابه شويه وبدا يهاجم فريق انبي وبدا يبقى ليه فرص ضيع فرصتين في واحده طبعا كانت كره ثابته اتردت على 18 شاطها ثلاثه من على خط الجون شالوها كانت على خط الجون كانت عدت الحارس وشالها من على خط الجون يعني ليهم فرص في الشوط الاولاني بعد الهدف على طول. الشوط الثاني سبحان مغير الاحوال وكان ان فعلا الخوف من الهزيمه الخوف من التعادل ده اثر على شكل امبي يا كابتن اسلام لان رجعوا كلهم بشكل غريب جدا وملفت للنظر في الشوط الثاني تحديدا موقفهم في الدوري وترتيبهم في الدوري صعب هي دي واللي قالها واللي قال عليها طبعا كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام قال كده بعد الماتش يعني قال بعد الماتش ان هو الاداء يعني كان فيه يعني حرص اكتر كان فيه خوف على الفرقه لان هم طبعا وضعهم في الجدول كان هم في المركز ال 17 ولما كسب طلع عملوا اي حاجه في يناير جابوا هو بدا يعني هو في لعيبه مشيت وانتقلت طبعا لانديه ثانيه يعني انا واحد زي مارشال عوده ده واحد انتقل من الاسماعيلي مارشال عوده ده لعيب قوي جدا هياخدوا منهم ولا هيدوهم؟ لا لسه هياخدوا منهم لسه مبروك عليك يا محمد يا عبد الكريم. لا هو في عمر صفيولا جاي من الاسماعيلي يعني هو عمل صفقه تبادليه مع الاسماعيلي راح مارشال عوده الافريقي يعني وخدوا عمر صفيولا. شفت حسين رجب ده بتاع الداخليه راح المصري شفت شكله عامل ازاي؟ لعيب كويس قوي ما شاء الله يعني فدي الحاجات اللي انبي محتاج حاجه زي كده. خلي بالك يا كابتن شريف هي موضوع الانتقالات ده بين الدورين بيبقى مفيد جدا لبعض الفرق خلي بالك يعني بشكل كبير جدا وانت عارف وكابتن اسلام عارف كابتن اسامه ان فعلا في ناس تنفع تبقى هنا وتنفع ده يبقى هنا النقله دي بتفرق مع شكل الفرقه بيبقى فيه هارموني بيبقى فيه سباب بيبقى فيه قوه بيدي لهم عناصر يعني الحاجات دي بتفرق زي النادي الاهلي كده النهارده لما يعني جاب صفقات عديده فرقت هتفرق معاه بشكل كبير جدا بجانب اللي موجودين طبعا
لكن في انت محتاج، كل نادي بيبقى محتاج الالتزامات اللي هو عايزها او الصفقات اللي هو محتاجها فعلا، مش مجرد ان انا بجيب صفقات وخلاص يعني عشان ما اعملش مشاكل يعني. لكن في النهايه الشوط الثاني كان بتراع الجيش بصراحه راح من اول دقيقه كابتن اسلام ضيع انفرادين يعني انفرادين بطريقه غريبه جدا. الحارس طبعا تعامل عمرو حسام تعامل معاهم بشكل كويس قوي، انقذ ام بي من الهزيمه او من التعادل شالهم، فطلع النتيجه في الاخر 1-0 ام بي. مبروك النهارده علي ماهر، ولكن مش ده اداء علي ماهر احنا متعودين عليه. تمام كابتن اسامه. هو طبعا ام بي بيعاني من اول الموسم، مش ده ام بي اللي احنا متعودين عليه. كان دايما اللي بيميز ام بي يا كابتن اسلام هو عنده خط دفاع قوي. النهارده لو بصينا على الاهداف اللي داخله في ام بي عليه 27 هدف، ده رقم كبير انه يدخل في ام بي ثالث اضعف خط دفاع. فإنبي كان دايما اللي بيمتاز انه دايما عنده دفاعات قويه جدا، محدش يعرف يسجل في إنبي بالسهل زي ما بقول. لا السنه دي يعني الخطوط بتاعته مش زي كل سنه، حتى النهارده ده الانتصار الاول للكابتن علي ماهر مع إنبي. النهارده لو شفنا المباريات اللي لعبها مع إنبي قبل كده، تعادل مع النجوم 1-1، هزيمه من مصري 3-1، هزيمه من الاتحاد السكندري 1-0، حتى خروج من كاس مصر امام بتروجيت في الثواني الاخيره. فالسنه دي كان الكابتن علي ماهر يعني او المباراه النهارده الشوط الاولاني هدف يعني ملعوب ومخطوف من ناحيه بسيوني، قعود خطف سبق اسلام جمال في سنتي وحطها بدماغه في الزاويه البعيده، هدف حلو جدا. بعديها جت كره لطلاع الجيش، كان ممكن ترجع طلاع الجيش المباراه تاني اللي كابوريا لعبها في الجول، وبعد كده تردت وتشاط الثاني الراجل طلع من على الجون دفاعات انبي، فكانت دي ممكن يعني كفيله انها ترجع طلاع الجيش. الشوط الثاني خلاص بقى يعني انبي كان عنده حرص اكبر ان هو عايز يطلع بالثلاث نقاط عشان يعدلوا ترتيبه في جدول المسابقه. النهارده كان انبي في المركز 17، بقى دلوقتي في المركز 13، فمكسب النهارده اللي كان محتاجه هو نقله في الجدول نقله كويسه. فالنهارده ده محتاج طبعا، لا لسه طبعا لسه الدوري الجدول لسه هيشقلب كذا شقلبه لسه يعني مش في بقيه لسه في تغيرات في الجدول سواء فوق او في الوسط او تحت كمان يعني. طيب انا بحاول افصل بس شويه وبعدين هرجع للنادي الاهلي تاني يا كابتن شريف. ما عندناش غيره يا كابتن اسلام. طبعا عايز اسالك عن الماتش الافريقي القادم، مباراه فيتا كلاب ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراه صعبه جدا، مباراه في بدايه المعترك الافريقي، الناس كلها حاطه امل افريقي كبير ان شاء الله السنه دي، انت في خلال 4-5 شهور من الممكن ان تكون بطلا لافريقيا لاول مره منذ سنوات طويله جدا. المباراه كانت تتلعب، النهائي كان بيتلعب دايما في شهر 11 على ما اعتقد، دلوقتي هيتعمل اخر خمسه هتبقى الدنيا انتهت الدنيا. وبالتالي في خلال 4-5 شهور من الممكن ان تكون بطلا لافريقيا مع بطوله افريقيا ان شاء الله، مع بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، وبالتالي البدايه يجب ان تكون جيده. بص من الجميل قوي انك انت تقدر تقابل اي فرقه في افريقيا بس وانت مستعد، او انت اعضاء الفريق بتاعك والاجهزه والكلام موجودين، ما هتقدر تبني كل الاشكال اللي انت عايزها في الملعب، وتقدر تبني هتاخد ايه من اول تلت ساعه 20 دقيقه، انما انت في حاله الضغط اللي انت فيها دي فانت محتاج مجهود كبير قوي من اللاعبين ان هم ينفذوا جوه الملعب. ليه؟ لانك بتلاعب فريق يملك السرعات ويملك الثقه ويملك الباص اللي احنا مش متعودينه على افريقيا، في افريقيا احنا عمرنا ما تعودنا ان الناس دي بتعرف تباصي كده وبيلاقوا بعض كده، وتحركات الباك رايت والباك ليفت وبيطلعوا بيسحفوا من تحت كده مع بعض ويرجعوا برضه يدافعوا كلهم، وعندهم ثقه ان هم يشوطوا من اي حته يعني بيهددوا اي فرقه بيلعبوها بره. يعني اتفرجنا عليهم السنه اللي فاتت في الكونفدراليه فرقه مش طبيعيه، كان في الفاينل وصلوا الفاينل فرقه مش طبيعيه، اتسرقوا في المغرب يعني. ففرقه قويه جدا لازم كل الاحترام ان احنا نقابلها بالمجهود الوافر بالامكانيات اللي موجوده ان شاء الله بالتدعيمات اللي هتبقى موجوده. انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده ليه؟ لان انا الفرقه اللي انا عارفها دي فيتا كلاب دي لو هي بتاعه السنه اللي فاتت يبقى احنا الحقيقه بنلعب فاينل بدري. يعني احنا بنقول حضرتك احنا كل اثنين يبقوا معانا، كل فرقه تبقى معانا في مجموعتنا نلعبها في الفاينل. دوري المجموعات الميزه اللي فيه ان انت ممكن تخطف يعني لا تكسب ان شاء الله يعني. لا دي فرقه انت فرقه تقدر بحسابات زي ما هو بيقول بحسابات بشكل معين، بنقرا الفرقه دي كويس. ما نحسش ان احنا بنلعب على ارضنا بس يا اسلام اللي انا عايز اقوله لك، لا على ارضنا ومحتاجين مجهود كبير قوي من اللعيبه، محتاجين شكل هجومي كمان يهدد الفرقه دي ما يخليهاش تاخد ثقه عليك في الملعب. وانا متخيل ان لو الجمهور كان متواجد ان شاء الله وده اللي احنا متوقعينه في هذه المباراه ده 60% الجمهور
60 70 والله العظيم 63% مش هقول لك 70 و80 دول 60% لوحدهم يحركوني ويهتوا اي حد قدامي. كابتن هشام لو انت المدير الفني للنادي الاهلي في مثل هذه المباراه وفي ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاصابات، انا بكتب يعني محمد نجيب، رامي ربيعه، سعد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، اجاييه، محمد محمود، وليد ازارو، انا نسيت حد؟ لا خلي بالك ان شاء الله حسام عاشور اقترب من العوده. سعد سمير بدا تدريبات الكوره. انا بتكلم على المباراه القادمه. المباراه القادمه كل دول اعتقد يعني رامي ربيعه يعني ممكن يكون حسام عاشور اقرب يعني الناس هو اقرب واحد فيهم حسام عاشور. حسام هو الاقرب يعني. سعد سمير برضو بدا تدريبات الكوره، بس صعب انك تشارك بعد غياب فتره. بلاش يشتركوا بدري كده يعني ياخدوا شويه لازم تامنوا كويس تحيه شويه استشفاء عشان اعرف الاقيه بعد كده. كيف ترى المباراه في ظل هذه الاصابات اخيرا؟ انا عندي حاجتين يعني. الحاجه الاولانيه ان انا اتمنى ان احنا نلعب في استاد القاهره مره ثانيه. اتمنى يعني خلاص ابو بصعب انا بقول لك اتمنى يعني كنت اتمنى من بدري جدا اللي احنا نلعب هناك استاد القاهره حاجه ثانيه يا جماعه. طبعا اكيد ما فيش شك يعني ده رقم واحد. فخلاص اتمنى يبقى الجمهور بقى هو المره دي هو اللي يبقى روح ويحس بالمسؤوليه اكتر تجاه الفرقه لان جمهورنا هو اللي بيحركنا بشكل كبير جدا جدا. ده رقم 2. رقم 3 انا اعتقد ان الراجل لازم يشتغل على حاجتين. ان البدايات مهمه جدا جدا، مكسب مهم جدا جدا يفرق معاك بعد كده. رقم 2 الاهداف. لازم النهارده لو انا عندي فرصه ان انا اجيب هدف واثنين وثلاثه لازم يبقى عندي شغل على ده لازم، لان انا في النهايه 1-0 بتبقى نتيجه مش كويسه. دفعنا في الاول وكل حاجه، لكن انا بكلمك على عشان ده يخلق للعيبه بعد كده في الدوري ان انا لازم النهارده لما بجيب واحد يبقى في الثاني والثالث والرابع اقدر يبقى عندي مكسب كبير بالنسبه لي. احنا لسه في بدايات البطوله ومش هتفرق دلوقتي عدد النقاط، عدد الاهداف هو اللي فارق النقاط، وان شاء الله النادي الاهلي يبقى متصدر. لكن انا بتكلم علشان يخلق روح من الروح التهديفيه للفريق لازم عندي كذا عنصر يقدر يسجل اهداف، ما يبقاش عندي معتمد على واحد بس هو اللي بيجيب الهدف والباقي كله بيحاول وبيضيع بيحاول وبيضيع. لا لازم اخلق الفرصه ان يعني اديك شفت انت كنت بتلعب كنت بتجيب اهداف اسامه على طول ابو تريكه بركات تلاقي الجمعه فلافيو الفرقه كلها كانت بتجيب اهداف كانت كل واحد ما تعرفش يمسك مين ولا مين. النهارده لو انت مسكت حد بتحاول بتكتفه اكتر فتلاقي الفرص بقت قليله. ممكن الكوره الثابته تشتغل عليها بشكل كبير جدا. الله يكون في عونه في الاصابات طبعا ما فيش شك بتبقى بتفرق. فانا اتمنى البدايه تبقى بدايه ان شاء الله قويه والنادي الاهلي واللعيبه لازم تحس بالمسؤوليه تجاه البطوله الافريقيه تحديدا. واعتقد اكبر دليل يا كابتن اسلام حسين الشحات يعني لو هنتكلم عليه بالذات تحديدا او وكله عشان برضه ما باش ولكن على الكل يعني رمضان صبحي ومحمد محمود وكل الناس اللي جت الفرقه سابوا ايه عشان يجي يلعبوا عشان ياخدوا انجاز مع النادي الاهلي ياخد بطوله مع النادي الاهلي ياخد تاريخ يسجل تاريخ مع النادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان في خلال 4 شهور دي اول مره تحصل. يعني انت ان شاء الله لو ربنا كرم خلال 4-5 شهور يعني ده خلي بالك ده رقم قياسي ان النادي الاهلي بيلعب بطولتين افريقيتين في سنه واحده يعني كان هي بطوله واحده والثانيه بتبتدي شهر 3 مع النسخه الجديده انت لعبت. وخلي بالك ده برضو اللي حامل النادي الاهلي انك انت في مشوار الدوري انك انت وصلت للبطوله للفاينل امام الترجي فكان ليك مؤجلات كتيره زائد البطوله العربيه اللي انا كنت بتمنى ان احنا ما اشتركش فيها خالص اساسا من الاصل. فده كله حمل في 4 شهور او 3 شهور ضغط كبير على النادي الاهلي انت والمصري انت والمصري واسماعيلي شويه وعمل عندك كم برضه من الاصابات. انا حسبتها كابتن شريف كابتن اسلام كابتن هشام في عدد المباريات انت ممكن كنت تلعبها في السنه دي طبعا مع وصولك للفاينل والكلام ده كله وصلت حوالي بتاع 89 مباراه ولو كنت خدت كتير رقم كبير جدا على لعيب انه يلعب في موسم واحد 89 مباراه كتير وانت خلي بالك انت الموسم ده بتحسبه كمان راحه فيه احنا مستمرين والدوري لسه كمان هينتهي زي ما الحاج عامر قال في اكتوبر ولا حاجه هيمتد عشان كاس الامم الافريقيه. يبقى انت رديت دلوقتي على موضوع الاصابات ده يا جماعه ما ده دي حاجه برضه موسم استثنائي عشان بس الناس تفهم موسم استثنائي الكلام ده كله احنا طبعا بنؤمن بيه كل حاجه ولكن حسد على الولد نفسه يعني لكن انا اقصد ان في النهايه هناك اسباب عمليه او اسباب لازم نشوفها علشان نقدر نغيرها. اعتقد ان الاستشفاء مهم جدا في مثل هذه الحالات اسامه يعني الاربع خمس ايام دول او الاربع خمس ايام ايه؟ ثلاث ايام لان الثلاث اربع خميس جمعه وهتلعب السبت الثاني الثلاث ايام دول مش هيبقى فيهم اكتر من استشفاء. ما هو مفيش تدريب انت كل الحاجات ممكن حاجات نظريه انا بفرج الفرقه على نقاط القوه والضعف فيتا كلوب بفرجهم على فيديوهات على لقطات على مباراه كامله ويبدا كل لعيب يتعرف على مراكز القوه والضعف فيه. بس كتدريب يعني صعب انت صعب. كلها
عمليه حاجات استشفائيه، ممكن لو في تدريب يبقى تاكتيك مثلا، تحفيظ وقفه، تحفيظ اسلوب لعب، طريقه لعب، كرات ثابته، كرات ثابته، حاجات كده بس. بس صعب انك انت في الوقت المضغوط ده انك تعمل حاجه. حتى النهارده يعني كابتن سيد حفيظ ومارتن نصارتي فضلوا ان الفرقه تكون في اسكندريه مستمره، قال لك هرجع القاهره وارجع تاني هيبقى فيها اجهاد على اللعيبه. والله انت لو مفروض تعمل معسكر الشهر الجاي ده كله اعمله في اسكندريه يعني. طب عشان حته وابعد عن ابعد عن الناس كلها. كابتن شريف اخيرا معلش لو تقدر تقولي تشكيل سريع جدا بس عشان لازم نختم الماتش اللي جاي. ما خلاص ما عندكش غير اللعيبه اللي هي متواجده عندك. مش عايز تقول تشكيل هشام برضه؟ هتجيب منين؟ محدش عايز يقول تشكيل. لا يعني صعبه، في هيبقى الشناوي محمد هاني، سليف كلوبالي هيبقى ايمن اشرف صح؟ وايمن اشرف وعلي معلول سوليه ممكن حسام عاشور لو جهز حسام عاشور ان شاء الله يكون موجود باذن الله محتاجينه قوي. سوليه ونشوف بقى. احنا نتمنى لعيبه معينه عندنا سليمان، انا بتمنى مثلا لعيبه معينه حسين الشحات موجود ان شاء الله. اتمنى مؤمن يرجع بسرعه بقى يعني، انا اتمنى بجد مؤمن يبقى مؤمن زكريا. طبعا طبعا لعيب كويس ولعيب مهم، لعيب بيعرف يجيب جول. اتمنى بس الفتره الجايه بقى يعني يفوق مع الفرقه شويه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله يعني. ان شاء الله. كابتن اسامه اخيرا كلمه نقولها للعيبه قبل المباراه. يعني مش عايزين نحط نفسنا في الموقف زي البطوله اللي فاتت، البدايه لما لعبنا كامبالا سيتي، تعادلنا مع الترجي، تعادلنا مع الترجي هنا وكامبالا سيتي عزيمه هناك، وبدانا نخش في حسابات. لا عايزين من الاول مباراه على ملعبنا ان شاء الله. حضور جمهور النادي الاهلي مهم جدا في المباراه وهيكون داعم للفريق بشكل كبير. عارفين المباراه الساعه 9 والجو برد في برج العرب، لكن يعني هو ده الوقت اللي الفرقه محتاجه جمهور النادي الاهلي فيه يكونوا متواجدين، وان شاء الله تكون البدايه. ودايما مباريات المجموعات مختلفه عن دور ال 32 ودور ال 16. انا عايز اكسب المباراه، ده الهدف بتاعي، عايز ثلاث نقاط، دول هيدوني دفعه ان شاء الله بعد كده. وان شاء الله النادي الاهلي يعني يعوض البطوله اللي فاتت، وعايز كل لعيب دايما في لعيبه النادي الاهلي دايما تحط البطوله اللي فاتت دايما في اذهاننا، دايما لقطات الجمهور والناس كانت نايمه في الشارع وتستنى التذكره عشان تحضر مباراه الترجي، اللي كان بيذاكر في المدرج، اللي كان رجليه مكسوره وبايت في الشارع في استاد اسكندريه عشان ياخد التذكره. اتمنى اللقطات دي دايما تبقى في اذهان اللعيبه علشان يعرفوا قيمه جمهور النادي الاهلي. مبادره عموما احنا مستنيينكم ان شاء الله، كل جمهور النادي الاهلي مستنيينكم يوم السبت ان شاء الله في هذه المباراه. لان انا من وجهه نظري وبتفق مع الكباتن الكابتن شريف والكابتن اسامه والكابتن هشام على ان هذه المباراه وجود الجمهور فيها هيفرق كتير جدا جدا جدا. كل ما نتمناه ان احنا نرى حضراتكم باكبر عدد متاح تبقوا موجودين فيه. انا متاكد ان حضراتكم دايما هتبقوا واقفين قدام النادي الاهلي على الرغم من السقعه اللي هتبقى ثلج، وعلى الرغم من المسافه الطويله وكل حاجه. كابتن سام كمان نداء كمان اخير كمان يعني يعطيه طبعا دور الامن طبعا كبير جدا في الموضوع ده، وهم ما بيتاخروش خالص ومتفاهمين جدا الوضع. زي ما انت قلت الجو هيبقى برد جدا وممكن يبقى مطره وسيول في اسكندريه. وتاني حاجه المسافه عشان الولد يعني او الواحد الجمهور يركن عربيته بره ويمشي في الساعه دي، يعني يا ريت يبقى بس متفاهمين الوضع شويه ويحاولوا بس يوسعوا ساعه الابواب او يفتحوا بس اربع خمس ابواب زياده عشان الناس حرام حسب يعني عدد الجمهور. بالظبط، ما هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. طبعا الامن على طول دايما بيقف جنب النادي الاهلي دايما في الحاجات ان شاء الله. نشوف جمهور كبير يا كابتن شريف في هذه المباراه. كابتن اسامه، كابتن هشام، انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم السبت القادم وتبقى فرحه باول ثلاث نقاط في البطوله الافريقيه. نتمناها كده يا رب. كره القدم فيها كل شيء، ولكن احنا كلنا كاهلاويه طبعا نتمنى فوز النادي الاهلي بهذه المباراه والثلاث نقاط، انها تكون بدايه قويه جدا للنادي الاهلي في اولى مبارياته الافريقيه. وان شاء الله هيظهر عدد من الوجوه الجديده في هذه او الوجوه اللي يعني لسه منضمه حديثا لهذه لهذا الفريق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم السبت القادم وتغطية ما قبل مباراة النادي الأهلي ونادي فيتا كلوب في أولى مباريات النادي الأهلي الإفريقية. هسيبكم بقى مع إحنا ملوك القارة الصبر.